ايش ورا؟ صباح الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم في فقره المطبخ. زي ما تعودنا كل يوم حد معانا ضيف او ضيفه بيعمل لنا اكله تميز بيها، والنهارده معانا هند خليفات. صباح الخير يا هند. صباح النور. ازيك؟ هلا هلا مدام غاده. يا هلا اهلا. طبعا احنا اخترناكي النهارده لان طبق المندي بتاعك فاز بالمركز الاول في مهرجان التذوق ال14. نعم. في مسابقه الطبخ، مظبوط؟ نعم. فكل اللي كانوا عايزين يعرفوا ازاي عملت المندي، هي هربت وجريت من غير ما تقول الطريقه، فجبناها النهارده عشان تعمل لنا المندي على طريقتها. ايه اللي بيميز المندي بتاعك؟ المندي يعني هو كل حدا بيقدر يعمل مندي، سهل تحضيره، بس في بعض البهارات اللي مميزة اللي لازم تكون موجودة في الزيت مع البصل اللي بيكون بيتشربها الرز. هو ده بيديله لنا. كان النهارده حضرنا التوابل بالظبط. خلاص انا حتى اول ما كتبت على الفيسبوك ان احنا النهارده معانا هند هتعمل لنا المندي اللي عملته في مسابقه التذوق، الناس كتبوا لازم نحضرها لغايه ما لحقناش ناخد منها الوصفه. فناخد المقادير. احكي انا اوكي. عايزين دجاجه كامله، او طبعا كل واحد بيعمل حسب عدد العيله. بهارات المندي، ودي بتبقى موجوده في السوبر ماركتات وعند العطار. 2 كاسه رز، 2 بصله مقطعه شرائح، 2 ملعقه صغيره بهارات مندي، قرفة عيدان، كبش قرنفل، فلفل اسود حب، ربع ملعقه صغيره كركم، وثلاث ملاعق كبيره زيت، ولوز وصنوبر وزيت مقلي وزبيب. لوز وصنوبر وزبيب مقلي للتزيين، مظبوط. انت دلوقتي بهارات الفراخ بتاعت المندي غير بهارات الرز؟ لا، هي هدول اللي فيهم الحب مع الرز. انت قصدك البهارات اللي هتتبلي بيها، البهارات اللي ناعمه هي اللي حتنحط على الفرخه. اوكي. والرز بسمتي ولا رز عادي؟ رز بسمتي. بسمتي، نعم. طيب يلا نبتدي. اول حاجه هنعمل ايه؟ نتبل الفراخ. نعم نعم. يلا. اوكي. كنت حاسه انك هتكسبي لما تقدمتي للمسابقه؟ والله شوفي، كان في منافسه كتير شديده. صح. وكنت يعني ما كنت بتوقع ان اكون انا اول، يعني اول الفائز الاولى. يعني انت عارفه كنت بفكر حدا تاني، لانه كان في كم يعني كتير عدد كبير من اللي عاملين سويتس اكثر من اللي عاملين الموالح، فكنت مش متوقعه نهائيا. بعدين الحمد لله يعني احنا كنا ثلاثه في لجنه التحكيم، انا واثنين كمان معايا. يعني أغلبية الأطباق كان في عليها خلاف شوية، طبقك الوحيد اللي الثلاثة أجمعنا أنه لازم ياخد المركز الأول. يلا نبتدي نعمل نتبل الفراخ. نتبل الفراخ. بدنا نعمل زبدة، هي بدنا نحط محتويات. أي حاجة تعوزيها قولي لي أساعدك فيها. أول شيء بنحط، أنا بحب أحط لبن معلقتين. دول مش مذكورين، مش مذكورين بالوصفة، اختياري. بحب احط لبن في الاول. اوكي. معلقتين ثلاثة تقريبا علشان يصيروا ايش يعني لزج المحتويات، عشان يمسكوا في بعض. نعم. اكثر. وملح للدجاج اللي هو هاي الفرخة، معلقة تقريبا بتكفي الفرخة كاملة. اوكي. وبعدين بهارات ناعمة كمان نحط معلقة. بهارات عادية. هذا الكركم. هذا كركم. ده كركم، لانه شايفه لونه فاتح. كركم مش كتير. اوكي. عشان هو اللي بيخلي الفرخه لونها زي الذهبي كده. ايوه. معلقه بهارات. اوكي. وخلاص يعني تقريبا. مرات بحط انا معلقه زيت زيتون. فمش مشكله لو حطينا معلقه زيت عادي. اوكي. بعدين بنحرك التتبيله كلها كامله مع بعضها عشان تتماسك مع بعض، يعني يصير زي المخلوط. بعدين بنجيب الفرخة، وأنا بفضل إني أدخلها في الأول عشان ما تتوسخ. أنت الفرخة بتعمليها على طول ولا بتسيبيها ليلة أو ساعتين مثلا تشرب التتبيلة؟ لا لا، قبل بيوم بحب أتبلها علشان تطعم بنفس النكهة اللي هي تبعت البهارات المندي. مزبوط. قبل بيوم تقريبا، يعني لو 12 ساعة منيح يعني.
12 ساعة. أيوة، بعد ما تتبل زي هيك تقريبا كلها تدخل ببعضها، منخليها بالثلاجة زي ما هي هيك، ونبتدي نوضب الرز. أيوة أوكي، نوضب الرز. يلا هلأ من نقطع البصل في الأول. يلا بدون الكفون؟ آه بدون. قطعيه ازاي؟ شرايح ولا صغير ولا ايه؟ اللي انا عارفه ان المندي من ضمن الحاجات اللي بتميز طعمه الماء الكادي. ما بعرفه ماء الكادي. بتعمليهاش؟ هو مش معروف قوي ماء الكادي، بس هي بره بيستعملوها كتير، هي زي المزهر والموارد. يلا نحط الزيت. هلا بنحط زيت على الـ على الـ الصينية اللي بدنا نطبخ فيها الرز. اه ده طبعا للي ما عندهمش، اغلبية الناس ما عندهمش فرن المندي هنا. فاحنا النهارده طريقة انه ازاي يعملوه من غير ما يحتاجوا فرن المندي، صح؟ هو صراحة انا عندي الفرن وبيسهل علي كتير. أوكي، وعندي طنجرة خصوصي للمندي، والشبك نفسه مختلف يعني كل، بس بتقدر اي ست انها تطبخ بالطريقه اللي انا هلا عم بورجيكم اياها، لانه انا في البدايه كنت اطبخ زي هيك. بعدين جبت الفرن، بعدين جبت الفرن على اساس انه اخفف عن حالي. بنحط البصل على الزيت، طبعا مش شرط يتحمر، بس المهم انه يدبل وبنفس الوقت وهو عم يدبل بنحط البهارات. يعني ربع معلقه كركم وبهارات، قد ما بيحب الشخص انه يحط بهارات بحط، مو مشكله، معلقه تنتين يعني مو مشكله، حسب الرغبه. حسب الرغبه، بيعطي نكهه اكثر. انت حطيتي كويس. دي بهارات المندي ولا؟ ايوه هي خصوصي، هي بهارات مندي بتنشرها يعني من عند العطار بالسوبر ماركت. وده كبش قرنفل، يعني كم حبه يعني ظاهرين بيكونوا، مش ده فلفل اسود؟ ده فلفل اسود كمان تقريبا نص معلقه فلفل بهارات كمان نص معلقه. هلا مع الزيت لما بتشرب بالبهارات بصير نكهته كثير رائعه مع البصل. مزبوط، حتى يقدر يطعم مع الرز. صح. بنحط كم عيدان قرفه، وهذا اسمه لومي، وفي بعض الناس بحبوا يحطوا زبيب، وفي ناس كمان بيحطوا فلفل حراق. حراق اختياري. اختياري. اوكي، احنا كمان شويه هنوري الساده المشاهدين مراحل تطور المندي، ازاي ابتدى الاول بحاجات بطرق بدائيه، بعدين ازاي طوروه لغايه ما الصينيين نفسهم عملوا فرن مخصوص سموه التنور، علشان يعملوا فيه المندي. أيوة. شبيه بالطريقه البدائيه بتاعت المندي اللي كانت بتتعمل بيها زمان هيك تقريبا. البصل تدبل وتشرب مع التوابل. مع التوابل، نعم. بس طبعا حرقوني عيوني من البصل. من البصل. هلا بنقدر نحط في مكعبات مرق دجاج. اوكي، ممكن بعد المي طبعا، على اساس انه نقدر نذوبه بالمي. احنا في عندنا طبعا اجيب لك ميه. مش لازم تنغلى ولا كيف؟ نغلي المية يا هن. بدنا نغلي المية. اوكي، يعني تقريبا كل كاستين رز بسمتي بدهم 4 كاسات مي مغليين. اوكي، نعم. حتى لو انتقع. هلا هذا منقوع ومصفي، انا بالبيت نقعته وصفيته على اساس يكون جاهز. هلا هون كاستين رز، هون 4 كاسات مي. اوكي. طيب هلا ايش كمان؟ تحطي الرز. بدنا نحط الرز، بس عم بستنى المي تبقى تغلي. في مرات ما بيحركوا، بيخلوا التتبيله تحت
على اساس انه لما يعني يستوي، ايوه يستوي الرز بيكون يعني على وجه الرز بيقدروا، اللي بحب اكثر توابل بياكل من الجهه يعني اللي ظاهره فيها التوابل. الريحه رائعه طبعا. بعدين على الفرن مظبوط؟ على نار هيك هاديه، وبعدين هلا خلص بتصور لي هيك انتهت. قبل ما تغلي المي بدنا نحط قصدير، القصدير هذا حطينا ملح، بنحط ملح مع المي ومع المرق الدجاج، يعني هلا هيك مع مرق الدجاج بندوبهم. اعطيني هاي معلقه. يعني هو بس بيتعمل بالزيت؟ ايوه، كل التوابل طالعه من هي اللي بتديله النكهه. ايوه بالظبط، مش محتاج سمنه ولا زبده ولا حاجه. لا لا لا، بس زيت. لا انا مش هعارضك خالص، لان انا دقته وبصراحه طعمه رائع. ما تصوريش الناس وسطين قد ايه انك جيتي النهارده تعترفي بالوصفه بتاعتك. عن جد والله في كتير ناس اتصل في تليفون على اساس انه يعرف كيف الوصفه وكيف بعملها، وانا طبعا غشاشه لانه عندي الفرن. عندك فرن المنزل. فاذا بدي اقول لهم هيك هيك هيك، طب كيف، تعالي ورجينا، فاحسن اني هلا اورجيهم انا في الطريقه الاولى اللي انا تبعتها. ايوه، مريح كده للناس، المقادير مظبوطه، معلقه أيوة ملح، أفضل معلقه فلفل. أوكي. مش معقول الريحة، بجد رائعة. طيب بعدين دلوقتي الفويل. أوكي. بدنا نقيمة عن الغاز، بنحطه هذا ساخن؟ لا لا. أوكي خلاص. هلا هيك احنا طبعا ما بنطول عليه انه محطوط عليه المي كاملة، بدنا نسكر الصينية كاملة، بس تنتبهي طبعا ما تكون سخنة. ايوه، وبعدين بدنا نخزقها. يلا انت خزقيها. يلا نجيب الفراخ. الفرخة هو الهدف طبعا ان الفراخ وهي بتستوي المية اللي بالزبط بتنزل بالزبط منها تنزل على الرز. بالزبط. يلا نجيب هلا الفرخه بعد ما تبلناها وكانت جاهزه. ايوه انا بجيب جلافز. يلا دي طبعا لازم تكون منقوعه ليله كامله احسن. احسن وبعدين تتحط. وفي ناس ساعات بيحطوا معاها خضار صح، بطاطس مثلا او كوسه. ممكن صح. انا عملته قبل كده بنفس الطريقه، فكره الفويل، وحطيت برضو فوق شوية خضار معاه، وحطيت حراق في الرز. شطشطوا الجماعة يوم. بدنا نحطها، بدنا نحطها هنا، افرديها بس بدنا علشان نقدر نغطيها. اوكي ايوه. يلا لا لا، ما انت حاطه فويل تحت، انت اللي خدت اللسع كله. افتحي الفرن. اوكي، درجه حراره كام؟ 180 تقريبا. تقريبا بتكون يعني. والوقت عالي، الوقت ساعه تقريبا، ساعه ونص على حسب حجم الفرخه. ايوه حسب حجم الفرخه وكميه الرز. اوكي، وطبعا هي بتتعمل بالفراخ وممكن تتعمل بلحمه كمان. ممكن. اوكي نطلع فاصل ونرجع يكون الرز استوى ونشوف هند هتعمل لنا ايه كمان.